السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهاردة هتعملي ايه؟ هنعمل يا جماعة الكحك، الكحك الجميل الدايب دوت، كحك العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يبقى النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل كحك العيد، تمام؟ بطريقة سهلة جدا جدا وبمكونات بسيطة خالص وهتعجبكم يعني، تمام؟ يلا بينا نشوف بقى المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. انا المكونات بتاعتي عبارة عن ايه يا جماعة؟ معايا كيلو من الدقيق، هو كيلو واحد بس هعمله، تمام؟ وهعمله على البارد، ماشي؟ مش ادحس سمنة، هعمله على البارد. الكيلو دي يا جماعة بياخد نص كيلو من السمنة، يبقى كيلو دقيق عليه نص كيلو من السمنة. والسمنة انا مش أدحاها يعني، انا يدوب دفتها بس كده عشان تبقى لينة معايا، تمام؟ اهي. ومعايا ايه كمان؟ معايا ربع كوباية من اللبن، ربع كوباية من المية الدافية، يعني لبن دافي والمية دافية. ومعايا معلقتين كبار من السمسم المحمص وريحة الكحك، معلقة صغيرة ريحة الكحك، ورشة ملح صغيرة خالص، ومعلقة خميرة فورية، تمام؟ هي دي كل مكونات الكحك بتاعي يا جماعة. يلا بقى بينا نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا هعملها هحط المكونات الجافة كلها، مكونات جافة زي ايه كده، كيلو الدقيق بتاعي هو. هحط ايه؟ هحط السمسم ورشة الملح الصغيرة والخميرة وريحة الكحك، تمام؟ كل ده مع بعضه هوت. واجيب معلقة، اخد ايه؟ معلقتين كبار من السكر البودر، يبقى ده سكر بودر اهو، هاخد معلقتين كبار من السكر البودر بس كده، تمام قوي. وهقلب يا حبايبي كل المكونات دي في بعضها كده، كويس لحد كده، تمام؟ زي ما انتوا شايفين اهو، اهو تمام، قلبنا كل ده في بعضه. طيب نعمل ايه تاني بقى؟ نحط ايه؟ الدقيق يا جماعة. اللبن والمية مش هحطهم غير اخر حاجة خالص، هلم بيهم ايه؟ العجينة بتاعتي كده، تمام؟ كده انا هبتدي بقى ايه؟ احط الايه؟ السمنة بتاعتي او الزبدة، الزبدة بتاعتي اي نوع زبدة عندك، تمام؟ هي دي سمنة يا جماعة عادية، واحط عليها بس معلقتين من الزبدة السايحة طبعا، محدش يحط زبدة من غير ما محدش يحط سمنة زبدة يا جماعة لما تتقدح، تمام؟ عشان بيبقى فيها لبن وفيها مش عارف ايه، فطبعا لازم تتقدح كويس يعني، تمام؟ اهو زي ما قلتلكوا الكحك بتاعي ده على البارد اهو. طب ليه على البارد؟ ايه الفرق يا جماعة ما بين البارد وما بين السخن وما بين السمنة لما تقدحيها؟ السمنة لما تقدحيها بتعيش وقت كتير، يعني ايه؟ الكحك بتاعك بيقعد عندك وقت اكتر لما تكون السمنة مقدوحة. انما لما يكون على البارد، انا كده انتوا شايفين انا عاملة كمية بسيطة جدا، لما بيكون على البارد ما بيحرقش الصدر وبيبقى خفيف، تمام؟ وطبعا على البارد طبعا ما بيقعدش وقت كبير يعني، كبيره قوي على السمنة على البارد، ممكن يقعد معاكي مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع بالكتير، تمام؟ ده الفرق ما بين ايه؟ ما بين المقدوح والسمنة اللي مش مقدوحة. عايزة بقى تاخدي نتيجة كويسة من الكحك، لازما ايه؟ نبس الكحك كويس جدا، نبس الدقيق حلو قوي قوي. يعني ايه نبس؟ يعني اشرب الدقيق من الزبدة بتاعتي او السمنة بتاعتي، تمام؟ لازم انا اشرب الدقيق حلو كده. طب البس ده ابس ازاي؟ هقولك دلوقتي نبس ازاي. ادخل بس ايه؟ السمنة بتاعتي في الدقيق كده، واقولك نبس ازاي بقى ايه؟ الدقيق مع السمنة. بص يا ست الكل، هنبس ازاي؟ هناخد حبة كده ونبس على ايدينا كده اهو، شايفة؟ اهو بالشكل ده. عايزة تاخدي نتيجة كويسة كويسة يعني من الكحك ده، لازم تبسيه كويس قوي، ما كحك الا بس يا جماعة، لازم العجينة بتاعتك تبسيها حلو اهو بالشكل ده اهو، شايفة؟ البس اهو على ايدك كده، تتنك بقى ايه؟ تبسيها كويس كويس جدا جدا كده
عشان كله يتشرب ايه من بعضه. تمام. طيب اسيبكم بقى بالسهنه بقى براحتي كده. بصوا كده حبايبي بقى، دي العجينه بعد ما بسيناها كويس جدا اهي، وتشربت خالص من السمنه. بصوا بقى، بصوا هي كده، انا لسه ما حطيتش لا ميه ولا لبن ولا اي حاجه خالص. بصوا بصوا عامله ازاي معايا اهي، زي الملبن معايا خالص ازاي. هنا بقى هحط ايه، حاجه بسيطه جدا جدا من اللبن، يعني معدل معلقتين ثلاثه من اللبن. تمام. ومعلقتين ثلاثة من المية، حاجة بسيطة اهو، وهقلبهم في بعضهم اهو. اللبن يا جماعة ما نكترش لبن، ليه؟ عشان القرص بتاعتنا ما تنشفش. لما تحطي لبن كتير القرص بتاعتك تنشف. تمام اهو، هقلبهم حلو بقى ببعض كده تاني. بصوا كده العجينة بقى بعد ما اتخمرت بقى، بعد ما اتعجنت بقى وبقت زي الفل اهي. لازم حبايبي نعجن العجينة كويس جدا، لازم نخدمها حلو، لازم تخدمي العجينة حلو عشان تاخدي نتيجة كويسة اهي. بصوا عاملة زي الملبن، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى كده، الله اكبر، يعني ملبن خالص اهي، الله اكبر. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ والله زي الملبن، جميلة خالص كده. هي كده تمام خلاص. هنبتدي بقى نجيب الايه، نجهز الصواني بتاعتنا. انا هسيبها بس على ما اجهز الصواني بتاعتنا 10 دقايق كده واظبطها، 10 دقايق اجهز حاجتي اللي هحط فيها. هنا بقى انا كنت بعمل الحشو بقى اللي هحشي بيه، زي ما انتم شايفين انا معايا ملبن ومعايا عجوه ومكوراهم بالشكل ده. تمام. هحشي بيهم الايه، القرص بتاعتي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اهي، وابتدي بقى اخد قطعه كده اهو من العجين، وابتدي ايه ادورها كده وافتحها فتحه كده صغننه، واحط فيها ايه كوره من الملبن ده او العجوه اهو، وابتدي اقفل تاني على بعضها كده اهي بالشكل ده اهو، وابتدي ايه ابرمها تاني كده. شايفين يا جماعه اهي جميله قد ايه اهي بالشكل ده. وعندي بقى البصامه اهيت. تمام. اروح عاملاها يا جماعه كده بالشكل ده. بصوا كده اهي جميله قوي كده زي الفل. نجيب واحده غيرها اهي، زي ما قلت لكم نقطع كده ونكور، ونروح فاتحين كده فتحه في قلبها اهي، نفتحها كده، نحط المره دي ايه عجوه اهو يا جماعه، ونروح مقفلين كده اهو اهو اهو، ونروح مكورينها تاني وبالبصامه اهي بتاعتنا دي، ونروح عندك المنقاش اعملي بيه، يبقى جميل جدا في المنقاش. بصي كده اهي جميله زي الفل، شايفين النقشه جميله قد ايه. طيب انا ما عنديش بصامه زي دي، اعمل ايه؟ ولا عندي منقاش، اعمل ايه؟ بسيطه جدا، هقول لك على فكره كويسه قوي وهتعجبك. حط حته ملبن المره دي اهو، ونقفل كده. هقول لك بقى على فكره تمام هتعجبك قوي. طيب زي ما قلت لك انت ما عندكيش بصامه زي دي، ولا عندي منقاش، طيب اعمل ايه؟ عندي المصفه دي يا جماعه، عارفينها؟ اروح عامله كده اهو اهي. طب والله ادتني رسمه جميله اهي، بصوا كده زي رسمه بر اهي، شكلها تحفه خالص ازاي اهي. وابتدي اكمل بقيه الكميه اهو يا جماعه، اكور كده واروح فاتحه كده كده اهو. شايفين العجينه نفسها جميله معايا وانا بعمل ازاي، واروح مقفله، حط حته العجوه واقفل كده اهو زي الناس كده اهو. يلا اهو شايفين زي الفل اهي، جميله اهي. وبال اهي البصامه اروح عامله كده اهي، الله الله الله، شايفين؟ شايفين الجمال؟ وادي حته واحده كمان اهي اهي، اروح فاتحه كده حته ملبنه اهيت، اروح حطاها اهو مره كمان بالمصفى بتاعتي اهي. شايفين يا جماعة المصفى اهي، واروح عاملها كده اهو، والله شكلها جميل وتحفة اهي. بصوا كده جميلة خالص اهي. يلا نكور واحدة كمان اهو، ونروح فاتحين كده اهي، فاتحة تمام، حتة ملبنة اهي صغننة اهي زي ما انتم شايفين، ونروح عاملين كده اهو مكورين وقافلين اهو.
تمام زي الفل، جميل اهو. هاتي بقى البصامة اهو يا ستي زي الفل اهو. كيلو دي مش هياخد منك وقت على فكرة، بسم الله ما شاء الله في ثانية هتعمليه اهو. افتح كده، حطي المرة دي حتة عجوة اهي يا ستي، شايفة يا ستي كل، ولا تشتري من بره ولا اي حاجة خالص اهو. هتعملي الكيلو دي مش هياخد منك ثواني اهو، وبالبصامة اروح عاملاه كده اهو. والله طالعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميلة ولا فتحت ولا اي حاجة اهو. واروح رص غيرها اهو، افتح كده زي ما قلتلكوا، واروح حاطة حتة عجوة اهي يا جماعة اهي، واروح مقفلة اهو كده، واروح برمها كده تاني، واروح بالبصامة اهو زي الفل اهي. شايفين جميلة خالص اهي. اكمل انا بقى يا حبايبي بقيت الكمية على كده تمام اهو. شفنا مع بعض نعمل المرة دي ملبن كمان اهو، حتة ملبنة اهي نحطها كده ونقفل. شايفين شايفين الجمال والحلاوة اهو، ونقفل كده وبالبصامة مش هياخد منك وقت اهو زي الفل. شايفة جميلة اهو، واكمل بيت الكمية على كده تمام. بصوا كده حبايبي بقى، كيلو الدقيق صلاه النبي الله اكبر، يعني عمل لي كميه كبيره جدا قد ايه. شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، دي النقشه يا جماعه حلوه قد ايه، الله اكبر الله اكبر. بصوا شايفين دي نقشته، شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. لو عملت ايه كمان، عملت كحك كمان يا جماعه حلوه قوي قوي. شايفين شايفين الجمال، اسيبه بقى يخمر يا جماعه وبعدين اخبزه واوريه لكم بقى تمام. بصوا بقى الجمال ده يا جماعه بقى ايه، الكحك العيد بعد ما طلع بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر، جميل جميل جميل. بصوا الجمال والحلاوه الله اكبر، والنقشه زي ما هي شايفين عامل ازاي اهي، النقشه زي ما هي ما راحتش خالص، ودوت حاطين عليه السكر برضو جميل خالص اهو. لو لو ابو سكر دوت حبه يعني تحطي عليه سكر، ما تكتريش في الكميه، خلي الكميه بتاعت السكر تبقى ايه يعني القرص، يعني تعمليها على القد على القد اللي هتاكليه، عشان خاطر السكر لما بيقعد زي ما تقولي بينشف على القرص وما بيبقاش حلو، فانت على قد الكميه اللي انت عايزاها تعملي عليها السكر تمام. عشان كده انا ما رضيتش اعمل كميه كبيره زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. صراحه يعني ما شاء الله الكحك طالع تحفه، صراحه تحفه تحفه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني جميل جميل جميل. شايفين شايفين الحلاوه والجمال زي الفل ما شاء الله. بصوا كده السوا كمان بسم الله ما شاء الله، شايفين السوا بسم الله، والنقشه يا جماعه اللي بيبقى خايف من النقشه بسم الله ما شاء الله. بصوا 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 طريقه ايه، بصوا بسم الله دي عجوه اهي طلعت عجوه، بصوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. شايفين يا جماعه السوا من جوه عامل ازاي ومن بره عامل ازاي زي الفل. اذا عجبكم الفيديو حبايبي طبعا ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو منكم، والاشتراك طبعا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.